يا عمي احنا بنروح بنجيب الطحين مطير رقابنا يا عمي. شو هذا يا عمي؟ يا عمي ما ظل الناس هذه يا عمي. وين نروح يا الله؟ وين نروح؟ وين نيجي؟ وين نيجي؟ ما مفكر علينا يا عمي. بلاد العدو ماتوا من الجوع. ناكل 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 ناكل. ايش ناكل يا عمي؟ ناكل حشيش؟ حشيش ناكل؟ فيش ما ظل الناس هذا. جت مقاطير. الناس صارت تطلع فوق البنادمين وتطلع تخنق الناس وتقتلوا عادي، شيء طبيعي. المهم اروح بكيس طحين. طب احنا ليش ايش اللي عملنا فينا بهذا بحالنا؟ احنا ايش؟ احنا عمال احنا. والله رايح احنا واحد دوار الكويت تعتبر حمراء، منطقة تعتبر حمراء، انه بدنا نروح ندور على لقمة العيش هناك. وكل ما باجي هان مرتي بتقول اتصال ايش بدك؟ بديش الاكل، بدنا ناكل رمل. طب ايش تسوي؟ اللي بيديك يوم بيديكش بكره، وبيطالبين بدنا نعيش عالم. انا بستنى عشان عدوار الكويت بيجيبوا طحين وبرموه الا 11 يوم منيجي هان ومنروح فاضيين. منيجي هان عشان نجيب طحين عشان قوت اولادنا. نحن نقف على مقربة من دوار الكويت مفرق الشارع 10 مع صلاح الدين. هذا الطريق الذي تأتي عبره المساعدات الإنسانية القادمة من معبر رفح البري الحدودي إلى المناطق الجنوبية أو الشمالية من وادي غزة، حيث أن المواطنون باتوا يعيشون المجاعة بعينها. هنا الآلاف من المواطنين الذين ينتظرون هذه الشاحنات المحملة بالمساعدات علهم يحصلون على كيس دقيق طحين أو معلبات لقوت أطفالهم. هاي شغلات مين يجون؟ إنهم قالوا في طحين. وبات المواطنون يدفعون حياتهم ثمن لذلك بسبب اطلاق الجيش الاسرائيلي النار عليهم، وايضا بسبب القذائف التي يطلقها الدبابات الاسرائيليه على المواطنين الذين ينتظرون هذه المساعدات التي تاتي عبر طريق صلاح الدين، وهو الطريق الرئيسي الذي تفصله الدبابات الاسرائيليه شماله عن جنوبه. والمواطنون يتوقون لهذه المساعدات الانسانيه خاصه ماده الطحين. لقناتي العربيه والحدث، خضر الزعنون.